بنغاطي هيلز من بنغاطي التطوير العقاري والواقع في مجمع دبي للعلوم. يعتبر أحدث إطلاقات بنغاطي، وهو عبارة عن برجين يتكون من 41 طابق سكني لكل مبنى. المبنى يقع على طريق أم سقيم مباشرة بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد وبين شارع الخيل وشارع الشيخ زايد، فهو موقع فريد جدا. هذا غير أن المبنى يمتلك مرافق لم يسبق لبنغاطي مسواها قبل، زي الشاطئ الصناعي وملعب البادل وملعب كرة السلة، مسرح للأطفال، مساحة للجري، مسبح إنفينيتي، نادي صحي ومنطقة لليوغا. الأسعار تبدأ من 850 ألف درهم وقت تصوير الحلقة، بمساحة تبدأ من 504 أقدام. المشروع يتكون من وحدات على شكل استوديو وغرفة وغرفتين تصل بمساحة 1346 قدم. تاريخ التسليم متوقع إن شاء الله الربع الثاني من عام 2026. جدول الدفعات هي عبارة 20% عند الحجز و50% أثناء الإنشاء و30% عند التسليم.